اهلا اهلا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية انتوا وكل اللي بتحبوهم. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض اكلة كتير صحية وطيبة وبتشهي والكل بحبها، وهي السلمون السامن فش. شايفين ما احلاها، ما شاء الله بتجنن. وبنحتاج لهاي الوصفة، انا عندي قطعة سلمون، اي قطعة ما بتفرق قديش وزنها وحجمها، كل واحد على حسب شو بحب يعمل. وعندي هون شرايح من الليمون الفريش، عندي هون شوية زيت زيتون، عندي روزميري فريش من حديقتنا، وهذا الفلفل الحار أنا كمان، عندي ملح وعندي عصير ليمون وشوية فلفل أسود. كل هاي الأشياء اللي بنحتاجها لهاي الوصفة، وإن شاء الله بنعمل الطريقة مع بعض. هلأ حبايبي رح نبلش نتبل السمكة اللي هي السلمون. حنحط شوية ملح، هاي هيك، نقلبها تمام ما شاء الله. كتير كبيرة القطعة ما شاء الله. هذا الوايلد، اسمه وايلد، عنا وايلد سلمون، يعني بيكون كتير كويس هذا النوعية منه. هلأ راح نحط كمان الفلفل الأسود، ما نكتر ملح كتير يعني، ولا حتى فلفل أسود، يدوب شي بسيط. نتبلناه هون، الفلفل الأسود، كل مرة بعملها أنا بشكل مختلف. أحياناً بستعمل الدل سيد أو الدل فريش اللي هو مثل الشبت، كتير طيب كمان. هلأ شو بعمل؟ هلأ بحط زيت الزيتون عليها، يعني برزل هيك شوية، من الناحيتين أنا حاطة هون ألمنيوم فويل بقلب الصينية، وفوقه ورق الزبدة. كمان شوية ليمون تطلع ولا أطيب من هيك، كتير كتير طيبة حتطلع. وهلأ شرايح الليمون رح أحط من تحت، وشوية روزماري، يعني اسم الله دايبه من قبل ما نعملها، لسه جايبتها فريش انا. وهون راح نحط الروزميري كمان على وش السمكه. طبعا احنا محميين الفرن على 375 فهرنهايت، يعني تقريبا شي 190 سلسياس، وبنحطها حوالي 20 دقيقة. وهلأ بنحط قطع الليمون كمان، شايفين أسهل من هيك أكلة ما فيه. راح نحط قرنين الفلفل هدول بس هيك منظر.
لو تشموا ريحة اللي هو إكليل الجبل الروزماري، إشي مو طبيعي لأنه فريش ما شاء الله. عن جد الفريش دايما غير طعمه، شي تاني. هاي كمان الليمون اللي زاد، عصير الليمون أمين. وهاي هيك هلأ منغلفها ومنحطها بالفرن إن شاء الله 20 دقيقة بتاخد تقريبا، لأنه السلمون بسرعة بيستوي. شوف المنظر ما أحلى ما شاء الله، شايفين؟ هلا بندخلها على الفرن وبرجع بشوفكم إن شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. حبايبي أنا غلفت السلمون فيش، شايفين؟ أول شي بالورق الزبدة، وبعدين غلفته بالورق الألمنيوم، وهلأ راح ندخله على الفرن وبشوفكم بعد ما تنتهي إن شاء الله. بنحطها 20 دقيقة. حبايبي شوفوا السلمون كيف طلع، بيجنن. الريحة خيال من الروزماري اللي هو إكليل الجبل، بيجنن. ومن الليمون هلأ بس راح أشوي شوي صغيرة من فوق يعطي لون شوية غامق، ومنطلعه من الفرن. حبايبي شايفين جماله ما شاء الله. ورجعت لكم بعد ما خلص طبق السلمون، شوفوا ما اجمله ما شاء الله، بشهي. ولازم تجربوه، اكله صحيه. وشوفوا ما حبيت ازينه اكثر من هيك لانه مثل ما هو خليته، عن جد اكله شهيه وبتجنن. حتى الليمون فيكم تاكلوه مع قشره، وهي الفلفل كمان عليه، والريحه مش طبيعيه. وهذا الصوص اللي عليه هو المرقه تبعته. فكل هذا كان اليوم من مطبخي، مطبخ انتصار. تابعوني دايما لحتى تشوفوا كل شيء جديد عم بقدمه، وشكرا جزيلا لمتابعتكم.